شجر رأسه احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد يجمعنا بكم عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، ومع برنامجكم اليومي هلا سأل، وفيه صاحب الفضيلة الوالد شيخ أبو عبد السلام، فباسمكم جميعا نرحب به معنا وبيننا في هذا اللقاء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. شيخنا الفاضل السلام عليكم. حياك الله، مرحبا. إذا نتواصل إن شاء الله طيلة دقائق هذا اللقاء، وبعد بيان موضوع لقاء العدد إن شاء الله على الأرقام الهاتفية الظاهرة أدنى الشاشة 021-39-43-43 021-37-42-87. حديث شريف منيف من أحاديثه الجامعة الكريمة، ويعد هذا الحديث ثلث الدين كما يسميه أهل العلم، وهو من الأحاديث الكريمة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة عمر ابن الخطاب أبا حفص رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام لم يبلغ حد التواتر كما قال أهل العلم، ولكنه ثلث الدين في هذا الحديث الشريف. وهذا الحديث له كثير من الفوائد وكثير من الدروس المنتقاة من هذه الأسطر القليلة التي قرأناها فضيلة الشيخ أبو عبد السلام، وما من شك أن له مناسبة حتى ذكر هذا الحديث الشريف مع حديث عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. وحديث مصنف على أنه من أحاديث الأحاد، نعم، لأنه ما رواه من الصحابة عن رسول الله رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم إلا واحد، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه اشتهر فيما بعد. نعم. ولاشتهاره ونقله وروايته وتعدد كل المؤلفات التي ألفت في الأحاديث في السنة النبوية افتتحت به والشروع، فصار مشهورا، فيقال في حقه هو حديث مشهور. وهذا الحديث هو ثلث الدين كما ذكرت، وهو الأساس. نعم. لأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان أعمال شتى وأعمال متنوعة وأعمال مختلفة، ولكن كل عمل ومآله وبواعثه. وهذا العمل الذي يقوم به الإنسان له إما بواعث، يعني أسباب دعت إليه، وإما أنه له أهداف يريد تحقيقها، الغاية يريد الوصول إليها. هذا الحديث يشمل كل هذه النواحي، فهو يؤسس حكم لما يسمى عند الفقهاء للوسائل وللمتوسل إليه. فهو إذن حديث ينبغي أن ينظر من خلاله إلى الوسيلة من حيث هي مشروعة أو ممنوعة، تؤدي أو ممنوعة، تؤدي إلى مفسدة أو تؤدي إلى مصلحة. نعم. هذه الوسيلة مقدور عليها غير مقدور عليها، متحققة وغير متحققة، وما إلى ذلك. ثم المتوسل إليه، يعني العمل الذي يراد إنجازه، هذا العمل هو الذي اتخذت إليه وسائل من أجل تحقيقه. هذا العمل مشروع ولا لا؟ هذا العمل يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة أم لا؟ نعم. فكل هذا يدور حول معها هذا الحديث، ماذا يقصد الإنسان من اتخاذه وسيلة ما؟
للحركة لاتخاذها وسيلة لتحقيق عمل معين، إنجاز عمل معين، تحقيق مشروع معين إلى آخره. هذه الوسيلة لأن أحيانا قد تكون الوسيلة في ظاهرها جائزة، ولكنها إذا كانت تفضي إلى ممنوع تأخذ حكم المفضى إليه، ولو كانت جائزة في أصلها. وكذلك العكس، إذا كانت المتوصل إليه جائز لكن الوسيلة المتخذة غير جائزة غير مشروعة، هذه الوسيلة تبقى غير مشروعة، لا يجوز الأخذ بها. ينبغي أن نبحث عن وسيلة أخرى تكون مشروعة، لازم يكون فيها تطابق بين الوسيلة والمتوصل إليه، يكون فيه تطابق. وهذا هو الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا في معناها دراسات الأصولية المعمقة. ولكن في الدراسات البسيطة نقول الناس يعملون، الناس يعملون. نأخذ مثال بسيط، الصلاة. الصلاة عبادة فرضها الله تعالى على المكلفين، لا خيار لهم في أدائها، كل مكلف وجب عليه أن يصليها، فإن ترك الصلاة فهو عاصي، وحكم العاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن هذه الصلاة التي نذهب إليها جمهور يذهبون نملأ المسجد، هل كل من اصطف معك في الصف أمامك أو خلفك أو معك في الصف يشترك معك في الغاية التي من أجلها جئت لتصلي في المسجد؟ لا ندري. هذا هو، إذن من الذي يدري؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن حتما ليست غاية واحدة. نعم. وهذا هو. طيب هل لها أثرها على الأجر وعلى كمال الصلاة؟ نعم طبعا، وأثر كبير على الأجر. نعم. هي عليها يترتب هو مدار، يعني مدار الأجر كله. نعم. هي هو هذا النية هذه، فلذلك إنما الأعمال بالنيات، معناها الأجر الذي يترتب على العمل هو الباعث الذي جعل هذا الإنسان ينطلق. نعم. ويأخذ بالأسباب ويتجه نحو في إنجاز العمل إلى آخره. شيخنا الفاضل، هنا نتساءل متى تفسد النية العمل؟ طيب صلاح العمل ظاهر، الصلاة من أمور الصلاح، غير أي عبادة من أمور الصلاح، ولكن متى يفسد العمل الصالح بالنية؟ إذا كان العمل الصالح غير مبتغى لذاته، إذا كان اتخذ وسيلة، يعني العمل الصالح في ذاته يعتبر وسيلة لتحقيق غاية أخرى وربما الغالي فيها غير مشروعة. مثلا إنسان، أنا نذهب للصلاة في ظاهر الأمر، أنا توضيت وقصدت المسجد وقفت في الصف تبعت الإمام، يعني الظاهر أنا صليت، لكن هل صلاتي تحقق الهدف منها أم لا؟ معناها قبلت مني أم لا؟ هذا يرجع إلى النية. إذا كنت أنوي بصلاتي عبادة الله، توحيد الله، طاعة الله تعالى، ابتغاء الأجر، الركوع والسجود لله تعالى، ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، وتوخي القبول من الله تعالى، كل شيء ما عنده، فهذه النية أؤجر عليها أجر كبير. لكن إذا كنت أنا ذاهب إلى الصلاة إلا أن الصلاة لم أنوي بها لا عبادة الله ولا طاعة الله ولا حتى شيء، أنا أعرف الناس يثقون في من يصلي، أعرف الناس يزوجون بناتهم لمن يصلي، أعرف الناس يتوددون إلى من يصلي ويعجبهم من يصلي، فأنا أصلي من أجل أن أفوز بكل هذه الأمور، أنه إذا خطبت زوجت، وإذا تكلمت سمع إلى كلامي، وإذا تاجرت كنت مصدر ثقة وما إلى ذلك، وأنا أمارس حاجات أخرى. إذا ماذا نويت بصلاتي؟ لم أنوي طاعة الله ولا عبادة الله، أنا شكليا طعت وعبدت، ولكن ضمنيا ما فيش. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه كثير من المصلين منهم من يأخذ من الأجر 10 صلاة، 9 صلاة، 19 صلاة، 18 صلاة، 15 صلاة، ومنهم من لا يصلي، يعني كأنهم اللي يصلي ينصرف ولم يكتب له شيء. ولم يكتب له شيء. لماذا؟ والعياذ بالله. النية.
النية عليها مدار هذا الثواب. نعم. الذي هو عمل واحد أديناه في مجموعة، ولكن كل واحد من المجموعة ما ينال من هذه الصلاة، والسبب هو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أصل الحديث يعني ما يسمى عند المحدثين سبب ورود الحديث، هو أن رجلا خطب امرأة في مكة وهي مسلمة وعازمة على الهجرة إلى المدينة المنورة، فاشترطت عليه. أنا هي المرأة تسمى أم قيس، أنا إذا أردت تزوج مني يجب أن تهاجر، إذا هاجرت رضيت بك وقبلت بك، لم تهاجر لم أقبل بك. فهو هاجر من أجل أن يتزوجها، فلذلك كان يسمى عند الصحابة مهاجر أم قيس. نعم. مهاجر أم قيس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هذا الرجل بالذات، يا رسول الله الناس هاجروا طاعة لله، هروبا بدينهم، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تماشيا مع رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بالهجرة وما إلى ذلك، والهجرة عبادة من أصل من يعني أكبر العبادات في وقتها، أما بعد الفتح فلا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. نعم. فإذا هناك دليل الإيمان وصدق الإيمان هو الهجرة. حتى الله تعالى في القرآن قال ما الذين لم يهاجروا لا تعدهم إخوتكم ولكن إذا استنصروكم في الدنيا فعليكم النصر. فإذا هنا هذا الرجل لما اشترطت عليه المرأة وهو راغب في زواج منها هاجر إليها، هاجر وتزوجها. نعم. فصار يقال في حقه مهاجر أم قيس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل وهي يترتب على هجرته أجر كسائر الصحابة أم لا، فقال هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الانتقال من مكة إلى المدينة تحقق، فمن كانت هجرته، إذن هجرة شكليا ظاهريا موجودة، لكن ضمنيا كل واحد كيف. فلذلك قال: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معناها هجرته مصروفة، وأجرها وثوابها وفائدتها مصروف إلى الجهة، إلى النية. نعم. التي قصدها، مدام لم يقصد ربي قصد المرأة فأجره إذن فهجرته إلى المرأة. طيب شيخنا، نختم بهذه الجزئية المهمة. بعض العلماء وبعض الصالحين يقول، جاء في قولهم: أجدد نيتي كما أجدد إسلامي. موضوع تجديد النية واستحضارها دائما ومراقبة النية وإخلاص النية لله عز وجل، كيف يكون؟ هذه من علامات الصلاح. نعم. في الإنسان، ومن علامات المراجعة. نعم. مراجعة النفس ومراجعة الذات من أجل تصحيح العلاقة بين الإنسان وربه. نعم. معناها أنا أصلي ولكن كيف لازم نجدد. أنا أصلي وأقاوم وسوسة الشيطان، لأن الشيطان لعنه الله يئس أن يعبد، ولكنه اكتفى بالتحريش وبالإفساد في العلاقة مع الله تعالى، بأنه يوسوس للمرء على لا يترك عبادته تامة. فمعناها يأتيه الوضوء: أرى إنك لم تغسل كذا، إنك لم توف على كذا، إنك لم تفعل كذا. يأتيه في الصلاة: إنك لم تركع، إنك لم تسجد، إنك لم تفعل. يعني معناها يوسوس له ما يفسد صلاته. نعم. ويفقد الثقة في كمال صلاته، وإذا كثرت عليه الوسوسة قد يمل من الصلاة ويتركها، وهذا مبتغى الشيطان. إذن يجدد النية معناها يقاوم هذه الوسوسة، يقاوم هذا الرغبة نتاع الشيطان العدو اللدود الأزلي، يقاوم بأنه في كل مرة أنا أعبد الله، أنا أصلي لله ولا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذلك الرجل، قال: يا رسول الله إني لا أجد في نفسي ما أخجل عن ذكره في حق الله تعالى. قال: أوجدت ذلك في نفسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ذلك صريح الإيمان. نعم. معنى ذلك: إذا وجدت ذلك فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده، آمنت بالله. نعم. الله يبارك فيك شيخنا، شكرا لكم على بيان هذا الموضوع المهم. إذن نستقبل الآن
اتصالات اخواننا واخواتنا، وابدا مع السيده خديجه من ولايه المديه. نعم. الو. نعم. الو. نعم يا خديجه، تفضلي خديجه، انا في الاستماع لك، تفضلي. شخصي على راسي الاخر، نقرا القران ونداوي مع عدوي كل ليله سوره الرحمن والواقعه، نقراهم كل ليله، نقراهم مرا المغرب ولا مرا العشاء. علاش تقرايهم؟ لماذا؟ نقراهم برك هذاك الرحمن، نحب نقرا سوره الرحمن. يعني حبك حبك لهاتين السورتين. قالوا معايا، وبعد قالوا لي بلي بدعه والله. نقرا معاهم سورة الملك والسجدة. واضح. قالوا لي بدعه والله، انا حبيت شخصية بلاك راني غالطة والله. واضح واضح ان شاء الله. صح. بالسلامة. امين. اسماء من العاصمة. الو. نعم. تفضلي يا اسماء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أستاذ عندي سؤال. تفضلي. على الزوج. على الزوج، تفضلي نسمع إلى هذا السؤال. أستاذ عندي الزوج تاعي يخدم لي، على الأيام راهو يخدم زعما ليل. إيه. يبدا 10 تاع الليل يكمل الصباح العشرة. ألو. واصلي يا اسماء، واصلي، كل الناس استماع لسؤالك. صح. صافي يعاود، صافي يرقد، ما يعوض الليل بالنهار. يرقد في النهار، طيب واضح. يرقد في النهار. نعم. وصافي كي يرقد ما يقدرش يصلي، يجوزوه الصلوات. واش يفوتوه؟ وين الصلاه اللي تفوتو؟ يفوتوه الصلوات تاع الظهر العصر. صافي ما ينوضش حتى مع المغرب. ينوض مع المغرب. ينوض مع المغرب. حبيت نسأل محسوب كيفاش يدير باش يصلي هذوك الصلوات. وانتوما في البيت ما تنوضوش الصلاة ولا ما هي؟ ما نسيو نوضوش، ما يفطرش. باسكو يجي عيان بزاف. حبيت نعرف الجواب تاع هذا السؤال. واضح ان شاء الله. صح استاذ. مع السلامة. إلى عين دفلة الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. خالد. ألو. نعم يا خالد، تفضل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سيدة من عين دفلة. أم خالد. زوجة خالد، أنا زوجة تاعو. تفضلي. ردت الكل يا في وحدة الأمر. تفضلي. المرأة تكون بالحي وهو في المقبرة. اللي يجوز لها ولا ما يجوز؟ واضح. وكي كانوا لي في المقبره عندي وليدي ميت، عنده 5 سنين اللي مات وراح يحكي لها ما فيه. ايه. كيف في القرار تاعو؟ يا ساره صح الممكن شفتوا يعتبروا تنظروا المقبره ولا ما يشوفوش فينا؟ نبغي نروح تكرارا من كل جمعه نبغي نروح. ايه واضح. نعم. ومن أحبت أقول طيب تواصلي مع الزملاء إن شاء الله. شكرا يا أم. شكرا. من بيتنا الأخ أحمد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد، تفضل. صلاة في جماعة 40 يوما لا تفوت وتكبيرة الإحرام، له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هل حدث حصل هذا؟ واضح. صلاة التسبيح. نعم. صلاة الإنسان في جماعة، صلاة الصبح من قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، له حجة وعمرة. تم الحديث صحيح لنا. واضح ان شاء الله. وفيك وبارك الله. مع السلامة يا أحمد. طيب فيه اتصال آخر. نعم. إذا الأرقام ظاهرة عندنا الشاشة للتواصل عليها إن شاء الله، استماعا وإجابة بعدها إن شاء الله. من شلغوم العيد معنا آسيا.
آسيا تفضلي. نعم لو تتكرمي يا آسيا نقصي التلفاز. السلام عليكم. وعليك السلام. نقصي التلفاز يا الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسأل سؤال فقط. تفضلي. الله يرضى عليك يا آسيا نقصي التلفاز تماما. نقصي التلفاز. عندي أبي في توفى رحمة الله عليه. الله يرحمه برحمة الله الواسعة وكل المسلمين يا رب. هو كان مريض. إيه. هو كذا دعينا بدنا الدعاء بالزبدة يرتاح. طيب أكثرتم الدعاء للشفاء. الدعاء ده يتصف ولكنه بعد توفى. الله يرحمه يا رب. شغلنا يأسنا من الدعاء. سؤال ثاني شيخ. نعم. كيف ندعي له؟ هل نقرأ في القرآن الدعاء أم الاستغفار؟ كيف ندعي؟ واضح إن شاء الله. سؤالك واضح يا آسيا إن شاء الله. شكرا. عفوا. بالسلامة. طيب آسيا معنا كذلك من سيدي بن العباس. آسيا نأسف أختنا آسيا نفقد تواصلنا بآسيا. نعم إلى غيرها. نعم الأخ وليد مرحبا. السلام عليكم. أو مجيد عفوا مجيد من برج عبد المجيد. ألو. نعم ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي لما بغيت فيك برج. تفضل. كاين واحد كان تاع عمر اقترح اقتراح انه تجيب 9 اشخاص والعاشر نتا هو يعطيوك طرف بلاش. كيفاه؟ عاد السؤال عاد السؤال. قلت كاين واحد كان تاع عمر ايه فتحوا مجال يقول لك جيب 9 اشخاص يروحوا معانا العاشر تروح تبلاش. بلاش. ايه كان ترى كيف روح يجوز ولا ما يجوز؟ والعاشر هذا شكون يكون؟ تكون قرعة. يقترحوا عليه الاقتراح. اللي يجيب العشرة هو اللي يكون مجانا. يعطيك الصحة. واضح إن شاء الله. طيب إذا في اتصال أو نجيب إن شاء الله. مسعود من جيجل ونجيب بحول الله تعالى. مسعود. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله أخي. الشيخ السؤال بورتي لا إذا ممكن. نعم تفضل. كيفية إخراج زكاة العسل. العسل هل فيه زكاة وكيفية إخراجها؟ العسل هذا في الصناديق. نعم في الصناديق. نعم لم يعرض للبيع. ماشي أنا مربي نحل. نعم إن شاء الله. ننتج العسل ونحب نعرف كيفية إخراج زكاة في العسل. واضح إن شاء الله. واضح. تابع الشيخ إن شاء الله تسمع وتعرف الإجابة. سلام. طيب نبدأ على بركة الله شيخنا إن شاء الله مع سائلة خديجة من ولاية المدية. خديجة تقرأ تحب سور. سورة الرحمن وتحب سورة الواقعة وتكثر والسجدة إلى آخره. نعم من نعم. قراءتهما في الليل قالوا لها بدعة. نعم والله القرآن كلام ربنا من الحمد لله إلى من الجنة والناس فأي من أينما قرأت فقراءتها مأجورة عليها ونفعت إن شاء الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قرأ من القرآن حرفا فله عليه حسنة وقال لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ربما الناس الذين نبهوها وعلى أنه بدعاء يعني معناها اختيار هذه السور بالذات وتخصيص قراءتها في كل ليلة هذا لم يرد لجمع هذه السور كلها ورد في بعضها مثلا سورة الواقعة وفضلها أنها تنفي الفاقة يعني تنفي الفقر ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي روى الحديث لم يذكر متى
في أي وقت تقرأه. سورة الواقعة من قرأها ويكثر من قراءتها تنفي الفقر، يعني لا يعرف فقرا، الله تعالى نعم. يجعل حياته كفاف، ويعني ما 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 لا يحتاج لا يفتقر. بعضهم قال جربناه فوجدناه، يعني طبعا نعم. لا ينطق عن الهوى نعم. إذا حتى ورد الأثر هذا حتى عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود نعرفه، أنه لما سئل ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم سورة الله ورسوله وسورة الواقعة. نعم. فإذا هنا ثابت الرحمن هي عروس القرآن، لكن فضل قراءتها لا أعرف عن ذلك يعني تخصيص شيء. سورة الملك لا، سورة الملك عندها أثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الملك حين يأوي إلى فراشه من كل ليلة نجاه الله من عذاب القبر، فسميت عند كثير من العلماء المنجية. نعم. لكونها تنجي من عذاب القبر. إذا سورة الملك ثابتة. سورة السجدة بعضهم يحكم عليه بالضعف في يشكك هم الأحاديث الواردة في هذه الفضائل أغلبها ضعيفة. نعم. وسورة السجدة مع سورة ياسين وسورة الدخان مع سورة الملك هذه وردت في حديث حفظ القرآن، يعني في الدعاء حفظ القرآن، تثبيت الحفظ. نعم. معناها الإنسان عندما يصلي سبع جمعات متتاليات، يعني ليلة الجمعات متتالية ركعتين، يقرأ في الأولى بالحمد لله والسجدة، والركعة الثانية الحمد لله وياسين، الثالثة الحمد لله والدخان، يعني ليلة الجمعة، ليلة الجمعة كهذه الليلة، كهذه الليلة سبع مرات، يعني نعم. سبع جمعات متتاليات، الله تعالى ييسر عليه حفظ القرآن. هذا كذلك فيه ضعف، يعني الذين رووه قال، يعني الذين المتخصصوا قالوا فيه ضعف. نعم. وبالتجربة والتجربة كين على كل حال هنا. نعم. لأن القرآن الكريم نعم. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما الله. سأل وكيع عن سوء حفظه قال أرشدني إلى تقوى الله وإلى ترك المعاصي، لأن القرآن علم والعلم نور الله لا يؤتى العاصي. فإذا من شروط الأساسية لحفظ القرآن الورع والتقوى والالتزام بمنهج الله تعالى ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب أسماء العاصمة زوجها يعمل ليلا وينام نهارا، يعني ما نقدرش نقلوا له الظهر والعصر من النهار لليل. رب سبحانه عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا النوم اللي ينام حتى يغفل عن صلواته هذا آثم عليه، فأهل بيته واجب عليهم إيقاظه لأداء الصلوات في أوقاتها، وهو رجل لا يؤديها فقط في وقتها، من الأفضل له ومن كثرة الأجر له ومن مغفرة الذنوب بهذه الصلاة أن يؤديها في جماعة وفي مسجد. فإذا كونه يعمل بالليل وينام بالنهار ومن ثم تفوت صلاة الظهر وصلاة العصر ويصليها كل مع بعض في صلاة المغرب، هذا مما اتفق العلماء على أنه مرتكب كبيرة والعياذ بالله. والعياذ بالله، يعني من ترك وقتا من أوقات الصلاة وتهاونت وتكاسل على أدائها حتى يخرج وقتها ويدخل وقت صلاة أخرى هذا مرتكب كبيرة. قول عمر جمع الصلاة إلى الصلاة من الكبائر، من الكبائر. هذا هو نعم. ولذلك يجب على الأهل أن يعينه أن يعينوه على الخير وأن لا يفوتوا عليه هذا الفضل هذا فيوقظوه، ولو تظاهر وكذا لازم، وإذا ما كانش من يوقظه الآن منبهات كل الهواتف النقالة منبه، فيستعمل هذه المنبهات بنصف ساعة ولا ربع ساعة، شوف هو المدة الزمنية اللي يحتاج لها، حتى لو كان معناها نسأله سؤال أنت ترجع إلى البيت على الساعة العاشرة وتروح مباشرة للنوم هل تستيقظ للغداء؟ يعني غذاء البطن غذاء البدن تستيقظ له؟ نعم. أو ربما لا تنام قبل تناوله، فكيف هذا يعني تحرص عليه لا يفوتك؟ وهذه العبادة اللي هي من أجل العبادات
يكفي أن الله تعالى فرضها في السماء، يعني لما أراد فرضها أخذ عبده إليه وفرضها عليه في السماء، بخلاف العبادات الأخرى كلها أرسل بها سيدنا جبريل عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. فإذا لأهمية الصلاة ولكونها سبب للعبد وربه، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أقام الصلاة فقد أقام الدين، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. فلذلك يا سيدي احنا نقول هذا العذر هذا غير مقبول من ناحية الشرعية، وهذا النوم المتعمد، لأن هذا مش نوم غير مقصود غير متعمد، لا هذا مقصود، ولذلك عليه إثم، لأن الإنسان إذا أدركه وقت الصلاة وهو نائم من غير قصد لا إثم عليه. والإرهاق الشديد شيخ، الإرهاق الشديد بالعكس يرتاح بالصلاة. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون إرهاق لا يستطيع معه القيام من النوم. لا، الآن إذا كان فيه مغلوب، نعم، يعني يغلب عليه النوم، إذا كان مغلوب، نعم، معناها لأنه إذا سمع النداء لابد أن يستيقظ، نعم، يقوم بصلاته، لكن إذا غلبه النوم ولم يسمع شيئا ولم يستفيق ولم ينتبه ولم يعلم، يعني في حكم الغيب، واستيقظ مع المغرب، هذا لا غلب، هذا مرفوع عليه الإثم. نعم. لا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفر لي ذنبي، يعني لأمتي، تجاوز الله عن أمتي عن ثلاث، يعني رفع القلم عن ثلاث، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الآن ينبغي أن يوقظوه عند أوقات الصلاة، لا يتركوه يتمادى في النوم، وربي إن شاء الله يهدينا ويهديه. آمين إن شاء الله. طيب زوجة خالد من عند، نعم، زيارة المقبرة لا تستوجب الطهارة، نعم، جاز لها أن تزور، لأن الزيارة وش معناها؟ الزيارة هو انتفاع الزائر بتذكر الموت والاستعداد لها. ألا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم الموت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان ينهى عن زيارة المقابر، ولكن في الأخير أمر وأباح وفتح الباب وقال زوروها، لأنها من شأنها أن تذكركم الموت، يعني تتذكروا بأنه يجي نهار أنتم تروحوا في القبر، أنتم راح تسكنوا في القبر، ماذا يكون جوابكم؟ ماذا أعددتم لها؟ كما قال سائل النبي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ يعني جو سؤال بسؤال، وش عديت وش أهيت؟ فكذلك الإنسان زيارة المقبرة للاتعاظ، لأخذ العبرة بأن الإنسان عيش ما شئت فإنك ميت، فما دمت تموت كل نفس دائقة الموت، إذن استعد لهذا الموت بالطاعات بالأجر بالثواب، بأنك لا يسجل عليك أنك عصيت، هذا هو المقصود. وهذه مش معناها عبادة، إنما هي للعبرة والاتعاظ، فجاز القيام بها ولو على غير طهر، سواء كان جنوبا أو كان حتى امرأة حائض أو على غير وضوء، ليس لا حرج في ذلك. نعم. إحساس الموتى بزيارة الأحياء لهم، نعم، هل ورد فيه شيء؟ حديث أو هذه أحاديث، جملة من الأحاديث، وحديث واحد يكاد يجزم بصحته، وهو أنه إذا دخلتم المقابر فسلموا على أهل الدار، يعني أهل الديار، السلام عليكم داركم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وروايات يعني صيغ متعددة في هذا. فهذا الحديث لم يشذ عنه أحد، معناه هو كأنه فيه إجماع على كون حديث هذا إن لم يكن صحيحا فهو قريب من الصحة. أما غيره من الأحاديث أنه يسمع نعال أحدكم، يسمع خطوات من يزور ومن يخرج، آخر من يخرج من المقبرة إلى آخره، كل هذه الأحاديث قال فيها المتخصصون بأنها ضعيفة، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم، وإنما يقبل في الفضائل، وهذا ليس فيه فضائل. ولذلك الميت الشيء المؤكد أنه يحتاج إلى الحي،
هل ينتفع بزيارته؟ هذا هو اللي يحتاج إلى الحي. فيما يحتاج هذا الميت إلى الحي؟ يحتاج إليه فإن يدعو له بالرحمة والمغفرة. هذه الدعوة لا تتطلب وجود الإنسان الداعي في المقبرة أو الوقوف على القبر. هذا هو. فأينما دعوت للميت بالرحمة والمغفرة والتوبة والتجاوز ومن ذلك فدعاؤك ينفعه. إذا كنت مخلصا بين يدي الله في دعائك فدعاؤك ينفع من دعوت له. وكذلك الصدقة، وهذا أيضا مش بالضرورة لازم يكون في المقبرة. فإذا الزائر قلت المقبرة للاتعاظ والعبرة، من فائدتها للزائر مش للمزار. المزار نخاطبه نكلمه ندعو له، مش نكلمه معناه يتكلم معنا ويسمعون، هذا أمر عند الغيب لا نعلمه، لكن ندعو له ونتصدق عليه، وهذا مما ينفعه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحمد من باتنا يسأل عن صحة الحديث النبوي الشريف، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. هذا حديث صحيح متفق على صحته، أنه من صلى 40 يوما خمس أوقات، لازم يكون هذا المسألة خمس أوقات، يدرك التكبيرة الأولى في جماعة. نعم، يدرك تكبيرة الإحرام، يعني لا تفوته، مش الإمام راح شرع في قراءة الفاتحة هو جا دخل يعود يحسب، لازم يعود يحسب كما قلت. نعم، معناها لازم يكون حاضر حالة تكبيرة الإمام للإحرام. نعم، فإذا يكون حاضر 40 يوم كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يعني يكون خالص ما عندوش نفاق وموش ما راحش يكون منافق، خلاص هو انتهى الأمر الحمد لله. وكذلك يسلم من الدخول إلى النار. هذه هي. الله يوفقنا لهذا. آمين يا رب العالمين. صلاة التسبيح. صلاة التسبيح على كل حال كثير من العلماء يعني فضلوا العمل بالحديث، ولو قال فيه بعضهم بالضعف، قال لأن هذه فضائل نصلي عليها، لأنه وشنه معناها صلاة ركعتين أو 4 ركعات، بحيث الإنسان في النهاية عندما يصلي ركعة فيها 75 تقريبا مرة نتاع تسبيح، ف 15 مرة حالة القيام، 15 مرة في الركوع، 15 مرة بعد الرفوع الرفع من الركوع وهكذا. وبعضهم قال هذا حديث ضعيف، والحديث ضعيف لا نعمل به. نعم، في هذه العبادات هذه هي في فضائل الأعمال، يعني تدخل في فضائل الأعمال إذا كان يعني إنسان حب يعملها يعملها إن شاء الله. نعم، ورب يتقبل. نعم، لأن الذي يملك القبول أو عدم القبول هو الله تعالى. نعم، تحصيل أجر العمرة والحجة التامة. نعم، هذا حديث أيضا. نعم، صحيح أن الإنسان الذي يصلي الصبح ويبقى في مكانه يذكر ويسبح ويهلل ويكبر ويقرأ القرآن حتى تشرق الشمس مقدار رمح ويصلي ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط لها الجماعة؟ لا مش الجماعة، هو سأل عن الجماعة، قال لا الجماعة في صلاة الصبح. نعم، لكن البقاء في المكان لا يشترط الجماعة. يعني المرأة في البيت تستطيع أن نعم هنا هو المرأة في البيت تستطيع أن تمكث في مكانها وتذكر، وهنا المرأة في البيت. نعم، لأن أحيانا السيدات خاصة الأمهات يتعذر عليهم يبقوا في المكان، إذا كان عندها أولاد يدرسوا وعندها إلى آخر تكون مشغولة. المهم لا تفطر عن ذكر الله، هو الأنسب يعني دائما وقت الصيف، هذا هو دائما تعمر وقتها ما بين صلاة الصبح وشروق الشمس بالذكر. لا تغفل عن ذلك، ونسأل الله أن لا يحرمها من ذلك الأجر. بعض العلماء قال أتزود فيه ليومي، يعني الله الطاقة والقوة يأخذها من تلك الفترة. أولا صلاة الصبح وصلاة العشاء اللي يغفلوا عليها كثير من الناس، وهي الصلاة ثقيلة على المنافقين، يكفي أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يومه كله، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله ليله كله. فإذا معناها الإنسان راه في حماية ربي، يكفي أنك تصلي الصبح راك دخلت في الحماية،
وعندك فضل قيام ليلة. نعم وفضل قيام ليلة بالنسبة لي صلى الصبح وصلى الليل نص نص. نعم. عندك يكتب لك أنك صليت ليلا كاملة. نعم. فإذا الإنسان ما يغفل على هذه الصلوات وهذه الفضائل اللي رب سبحانه تكرم بها على عباده. نعم. والله يضاعف لمن يشاء. آسيا من شلغم العيد ذكرت حالة كانوا فيها للوالد رحمه الله، كان مريض واشتد عليه المرض أكثر وألحه في الدعاء. نعم. وبعدها يأسوا من حاله فمات رحمه نعم. الله. هذا موضوع اليأس هذا موضوع اليأس من الدعاء هذا فيه إثم. نعم. يعني الإنسان اللي يفسد علاقته بالله تعالى والعياذ بالله. لا الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، لازم ننطلق من هذا المبدأ، الله يعلم ونحن لا نعلم. نحن تظهر لنا أمور ونرغب فيها ونسعى لتحقيقها ونتمنى بكل ما أوتينا أن يتحقق مطلبنا، ولذلك نستعين بالدعاء لله تعالى ليوفقنا ليعيننا ليحقق مطلبنا وما إلى ذلك. ولكن هذا علمنا محدود فيما نطلب من الله تعالى، فالله تعالى أدرى بعلمه الواسع بعلمه على لكل شيء، هو أدرى بهذا الدعاء هل ينفعنا أو لا ينفعنا. لو أن الله تعالى استجاب دعاءنا وشفى هذا المخلوق هذا وأقام من مرضه، ومن يدري لعله يعصي الله تعالى وربما يخرج حتى من الدين وتزداد آثامه وينتقل بعد ذلك إلى الله وهو عليه غاضب، شكون اللي ينفع الميت هذا؟ كيموت وهو مريض عفوا محتسب مغفور الذنب، لأن المرض من سبب غفران الذنوب، مغفور ذنبه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حبب إلي من دنياكم ثلاث، عفوا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الجوع والمرض والموت. قالوا: كيف هذا تحب الثالث هذا يعني؟ قال لهم: إذا جعت لان قلبي وإذا مرضت عفوا غفر ذنبي وإذا مت لقيت ربي. إذن معناها المرض من أسباب غفران الذنوب، يعني مكفرات الذنوب. صحيح أن الإنسان عند صيامه وتركه للأكل والشرب يجد هذه اللين حتى في البدن نتاعه. نعم، هذا اللين اللي يتكلم عليه الصحابي الجليل. نعم، ولذلك الإنسان يعني لا يعلم الغيب، الله يعلم الغيب سبحانه. فكما يقول الآثر: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني اخترتم الذي حدث. هذا هو. فلذلك هذا السيد هذا مرض رحمه الله، هذا المرض أولا أراه من مكفرات الذنوب، أراها ربي يغفر له الذنوب خاصة إذا كان صابرا راضيا محتسبا، أراها ربي يغفر له الذنوب نتاعه. ولما مات بهذا شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان عندما يمرض ويصبر ويحتسب، أولا ربي إذا حب العبد يعطيه مكفرات الذنوب، يعطيه مصائب. معناها في الحياة نتاعو احنا نقولوا في الدرجة نتاعنا المؤمن مصاب، معناها إما موت ولد وإما فقدان المال وإما فقدان الصحة والمرض في الجسد وإما وإما، ثم إذا كل هذه مازال فيها ذنوب ورب يحب يديه وهو طاهر خالي من الذنوب، يصيبه بمرض، مرض يثقل جسده ويتعبه ويشقيه، فإذا هو صبر واحتسب تغسل ذنوبه. حتى جاء في الأثر: إذا حضر أجله وما زال بقي عليه شيء من الذنوب الله تعالى يصعب عليه سكرات الموت والعياذ بالله. والعياذ بالله. ولكن هذا مش عقوبة. نعم. تطهير له من الذنوب حتى إذا ما خرجت روحه كان طاهرا من جميع الذنوب. سيدنا رسول الله: إني لأوكع كما يوكع رجلين منكم. رجلين يعني نعم، يعني مسه ضر رجلين من نعم. أمته. بالعكس هو اختار لنفسه ذلك نعم تخفيفا على أمته، يعني هذا من شدة حبه لأمته
أنه طلبا من الله أن يعطيه ما يتعذب به تتعذب به أمته، يعطيه ليه هو تحمله يضاعف له يعني. وضاعف له سكرات الموت صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو الخالي من الذنوب يعني. نعم عليه أفضل الصلاة وأزكى. فإذا هذا الموقف نتاعهم نعم أنهم يئسوا من الدعاء، هذا سيدنا يعقوب عليه السلام كما ذكر القرآن على لسانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني ربما هم رأوا من حاله يعني أنه سيموت فتركوا الدعاء. لا لا تركت الدعاء خلاص انتهى الأمر معليش، لكن أن اليأس يكون مع الترك هذا اليأس وفقدان الثقة وعدم العودة من مرة أخرى للدعاء وعدم الافتقار وكأنك استغنيت مع الله يعني. دعيت وما استجابش الله خلاص يا ربي أنا دعيتك وأنت ما استجبتش لي ما زلتش ندعي لك خلاص تتعامل مع الله كتعاملك مع البشر أي حي استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عليكم أن تتوبوا وتستغفروا لكم ولميتكم الذي هو بريء من هذا الموقف منكم، فرب يهدينا ويهديهم إن شاء الله. طيب نسمع شيخنا إلى أم مريم من العاصمة. ألو. نعم يا أم مريم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الله يجزيك أخ، حبيت نطرح سؤال. تفضلي. بخصوص عندي الأم تاعي عندها العمة ديالها. إيه. ما عندهاش يعني أطفال يعني ما ولدتش كامل، والله يرحمها يعني برحمة الله واسعة الماتت. رحمها. وخلت رحمها الله. خلت بيت وذهب وشوية مبلغ من المال معتبر، وكاين ولاد اسم الام تاعي هي عمتها وكاين خالي هذا مكان. اسمحي لي اسمحي لي سيدي، هذه ميتة عندها اخ واخت. العمه ذي واش عندها خواتات؟ العمه ما عندهاش عمه الام تاعي عمتها هذه اللي ماتت واش عندها خاوه واخواتات؟ ما عندهاش خوة، ماتوا كامل أخواتاتها. مات الأخ مات الأخت مكة قعد لها ولاد خوها وليد خوها واحد وبنت خوها واحد هي الأم تاعي. أمك هي بنت خوها نعم أيوة. وجو ولا الورث اللي تشكون يداه الأم تاعي مسكينة ما تحتاجي، جات وليد خدها هي وليد خدها هو اللي دا الدار دا الذهب دا كلش. هل يعني الام تاعي عندها حق في الورث تاع عمتها لانه هذوك ولاد اختها الله اعلم ما عندهمش حق في الوراث ولاد الاخت؟ نعم فهمت خويا. راكي تقولي ابن خوها هو اللي دا الارث؟ لا 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 ماشي ابن خوها، لا لا ابن خوها هو خالي ما داش، خالي هذا لبس به قال لك انا ما ندي ما نحوس الحمد لله. صح الام تاعي هي كانت عايشه شويه قدام لا ساكنه. شكون اللي دا شكون واش يقرب للميته؟ وليد خدها وليد خدها يعني ابن اختها ابن اختها هو ابن اختها نعم ابن اخت يعني بعيد شويه على ماشي كيما الام تاعي هي عمتها يعني هل نعم. هل الام تاعي عندها حق في طيب يجاوبك ان شاء الله الشيخ تابعينا شكرا ربي يعيشك صحه اخويا مفهوم المساله مع السلامه. طيب سؤال موالي لآسيا، كيف يكون الدعاء والصدقة على هذا الميت؟ نعم سألت عن الدعاء والصدقة للميت. نعم الميت ينتفع بحاجتين الدعاء والصدقة. نعم. كيف يكون ذلك؟ يعني معناه الدعاء متى صليت ادعو له في سجودك بالرحمة والمغفرة والتوبة، والدعاء المأثور حتى في صلاة الجنازة. نعم اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه إلى آخره. والدعاء لنا أيضا اللهم لا يعني لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. كل هذا يعني معناه من الأدعية المأثورة، وتدعو له بالرحمة لأن الميت أفقر ما يكون إلى الرحمة والمغفرة والتوبة من الذنوب، فلذلك ادعو له بهذا الأمور هذه وربي إن شاء الله يتقبل. آمين. وكذلك الصدقة، الصدقة كلما تصدقتم مالا أو أكلا أو ثوبا على فقير يحتاج ذلك ونويتم الثواب صدقة لهذا الميت ينفعه إن شاء الله إن شاء الله ويصله. حتى العلماء مثلوا قالوا أجر الصدقات على الأموات
يصلهم كما تصل الحوالات عند في الأحياء بين الأحياء من مدينة من بلد إلى بلد. يعني واحد راه يخدم في الغربة يرسل الحوالة مندا الأهل هنا توصلهم ولا ما توصلهمش. نعم. فكذلك أيها المتصدق على ميته في هذه الدنيا صدقتك تصله كالحوالة ولله المثل الأعلى ينتفع بها إن شاء الله. طيب مجيد من البرج، هذا العمل اللي أو هذه العملية اللي زكاة تاخدها. لا قبل ذلك القرعة تسع أشخاص والعاشر مجانا في نعم هذه جعالة. هذه جعالة لا غبار عليها، يعني وكالة قال أنا أجعل عمرة بالمجان لكل من يحضر لي سبع تسع زبائن يذهبون معي إلى العمرة. هذه جعالة جائزة، وإذا يضيف لهم بعض الزيادة ليكون الثامن مجانا، يعني الزيادة على المعتمرين هذوك التسعة. نعم. باش يعني هما يخلصوا للعاشر. نعم. لا هذا ما يجوزش. نعم. هذا في استغلال هذا. لا لا، معناها يأخذ التسعة بالتسعيرة المطلوبة بالتسعيرة الحقيقية. نعم. الفعلية لا زيادة ولا كذا شيء فيها، وهذا العاشر مدام موعود. نعم. إذا جاء بتسع زبائن على الجهد، على الجهد نعم الجهد الذي بذله. نعم. في البحث عن هؤلاء الزبائن. نعم. وإقدام وإحضارهم، لأن الآن وكالات راهي تقريبا في كل مكان. نعم. في كل زاوية. نعم. ولذلك فيه تنافس. تنافس. نعم. تنافس هذا يجعل هذه يجعل جعالة عمرة لكل من يحضر له تسع زبائن يعطيه عمرة بالمجان، يحب هو يعتمر، يحب واحد من أهله، يحب كذا، فهذا يجوز لا شيء عليه. بارك الله فيك. العسل والزكاة فيه. نعم. العسل احنا فيها اولا في خلاف بين العلماء. نعم. والاصل في مذهبنا انه لا زكاة على العسل، ما فيش زكاة على العسل، لكن ايضا في مذهبنا من المتأخرين من اخذ بقول 17 صحابي، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يوجبون الزكاة في العسل. يوجبون الزكاة على العسل كزروع والثمار، كزكاة الزروع والثمار. كيف تكون؟ بالعشر، معناها إذا بلغت النصاب وهو 6.5 قناطر يعني 5 أوسق وعليها زكاة بعشر. وقلنا الراجح احنا في المذهب نتاعنا أنه ما يزكيش العسل، إنما يزكي مردود العسل من المال ويزكيه زكاة المال. نعم. هذا هو. بارك الله فيك. أم مريم من العاصمة استمعت لهذا الانشغال، وهل لأمها الحق نعم في ميراث عمتها؟ أولا أمها إذا كانت هي بنت العم، يعني عمة، هذه عمة، لأن المدلي إلى المورث عن طريق ذكر هذا يمكن أن يدخل ما بقي لأولي رجل ذكر، لكن هذا ما راه عندها حق في الميراث لأنها تساوت من حيث الفروع والحواشي راه يتساوت خالها هو الأول، الخال هو أخ لأمها، فالأخ هو الأول مقدم في الميراث هنا، أخ الهالكة. أخ الهالكة. نعم. وإذا مات فالابن ابن هذا الخال هذا. نعم. ابن أخوها. ابن أخوها. طيب. لأن كما تقول القاعدة احنا عندنا في خاصتنا في المذهب، المدلي إلى المورث عن طريق أنثى لا يرث. حجبته تلك الأنثى. حجبته تلك. نعم. الأنثى. ولذلك الإرث هنا يرجع إلى الخال وأبناء الخال في هذه الحالة، هذه يعني إلى أخ ولا ابن الأخ. طيب. هذا ابن الأخت هذا ما عندهش حق في الميراث، اللي استولى على الميراث هذا. الورثة هم ابن أخوها وابن أخو وابنة أخوها، يعني في هو هو هؤلاء الورثة. هؤلاء لا، بنت الأخ ما عندهاش ورث. نعم. بنت الأخ يعني حتى إذا كان الأخ هذا عنده ابن وبنت، الابن فقط هو اللي يورث. البنات محجوبات. محجوبات. نعم. فلذلك بالنسبة إذن ابن هذه الأخت السائلة، إذا الابن الأخ يأخذ باقي تعصيب، يعني يأخذ كل تعصيبا، يأخذ كل شيء تعصيبا، يأخذ التركة كلها. هذا هو. وابن الأخ ابن الأخت هذه اللي راهم خذوا كلش، هذا ما عندوش حق. ابن الأخت أخذ كل شيء، هذا ما عندوش حق، ما عندوش ميراث أصلا. نعم. هذا هو. والله الموفق. بارك الله فيك. شكرا. طيب عماد من شلف نستمع. عماد. نعم. عماد. عماد تفضل يا عماد. إيمان. إيمان. عماد. عماد. إيه. تفضل. إيمان دوار.
نعم عطيني السؤال. ما نش نسمع السؤال جيدا. أعطيني السؤال فقط معلش. السؤال باختصار ما بقاش الوقت. طيب المر العمر من شلف. نعم. عمر سيدي بالعباس. السلام عليكم. سيدي بالعباس. السلام عليكم. كيفكم الشيخ لاباس بخير؟ الحمد لله. تفضل يا عمر تفضل. الشيخ عندي سؤال فيما يخص تمويل بنك البركه، بغيت نشري مسكن. اسكو هذا التعامل يجوز ويرضي الله ورسوله ولا ما يرضيش الله ورسوله؟ واضح. التعامل مع بنك البركه. واضح واضح تمام. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامه. طيب. إذا مع عمر من سيدي بن العباس لعله آخر سؤال معنا في الحلقة. والله هذا سؤال يظهر لي يعطينا نوع من التفاؤل خير حتى نعمل إشهار من غير ذكر الأسماء. أنه الآن ابتداء من ربما من نهاية الشهر هذا وإلا من قبل. نعم. أنه يفتح التعامل لمن يستفيد بالسكن بالسيارة بأدوات عمل كالأطباء كالأصحاب المعامل إلى آخره بالمرابحة الشرعية الحلال في جميع مؤسسات المصارف الآن الجزائرية. نعم. يعني هذا الآن تفتح نافذة من النوافذ. تفتح نافذة من نوافذ التعامل الإسلامي. اليوم قرأت في الخبر أنه ما يسمى ببورصة الجزائر فتحت قرضا على موافقا للشريعة الإسلامية. نعم. شيء جميل جدا هذا. نعم. أما شراء هذا السكن عن طريق بنك بركة وإلا بنك آخر يتعامل بالتعامل الإسلامي كالسلام إلى آخره، هذا جائز بالشروط الشرعية والضوابط الشرعية المطلوبة. أن هذا الذي يبيعك سكنا حتى يكون حلالا عليك ينبغي أن يكون مالكا للسكن. نعم. هذا هو معناها الشرط الأساسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع ما لا نملك. هذا التملك قد يكون حقيقة كما قد يكون حكما كما قال الفقهاء قديما كالطير في السماء والصوف على الشاة لا لا كده قد يكون حكما يعني موصوفا في الذمة. معناها الإنسان أنا اتفقت على مقاول راه يبني مجموعة سكنات، نقول في العمارة الفلانية راهي 10 سكنات لي. نعم. خلاص أنا شريت من المقاول واللي يجيني الناس يحتاجوا سكن قال ها روح المكان الفلاني روح اختار السكن اللي تري يعني يليق بك ونبيعه له بالتقسيط. هذا المرابحة يجوز والبيع بالتقسيط ولو بزيادة، لأن الإنسان الذي يدفع نقدا والإنسان الذي يقسط إلى سنوات 15 20 سنة إلى 30 سنة هذا حتما السعر راح يكون مختلف. أكيد أن فيه تغير. نعم. فيه تغير، فيه التضخم، فيه نعم. يعني أمور كثيرة، سقوط أسعار ممكن. نعم. نعم. فلذلك جاز هذا النوع وفرت الطلب يعني الوفرة. نعم. ويجوز الاستفادة من السكن بهذه الطريقة وربي يتقبل إن شاء الله. فتح الله الأبواب إن شاء الله. كم بقى تبقى من الوقت سيدة تركيا؟ نعم. إذا نأتي إلى نهاية البرنامج. شكرا لكم سيدي الكريم شيخ أبو عبد السلام، هذه الإجابات وهذا التوضيح لإخواننا وأخواتنا. شكرا. بارك الله فيك. إن شاء الله جمعة طيبة ومباركة. سهرة الليلة إن شاء الله تتابعون برنامج المحجة البيضاء في عدده 7 للساعة 9 تماما بحول الله تعالى. موضوع الحرية في القرآن الكريم سيكون موضوع النقاش إن شاء الله فيه. دمتم بخير. السلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.